الأمن المعلوماتي جملة صارت تمثل جزء من حياتنا اليومية. ببساطة أي جهاز مربوط على أي شبكة، سواء كانت شبكة إنترنت أو شبكة أخرى، فهو معرض للاختراق، وأي بيانات بداخله معرضة للسرقة، للتزوير أو للتزييف. زين، بما أنه إحنا هسه حالياً بعصر أجهزة الهواتف الذكية وتطبيقاتها، لذلك نحتاج توفر أمن معلوماتي خاص بالإنترنت، بالشبكات وعلى الهواتف الذكية. فقرة أخرى أيضاً عززت أهمية الأمن المعلوماتي بالوقت الحاضر، اللي هي الحاجة العسكرية والأمنية لهذا الاختصاص. الدول معظمها حالياً بسياساتها الاستخباراتية وبنجاحاتها العسكرية تعتمد بشكل أساسي على الأنظمة الرصينة المتكاملة في مجال الأمن المعلوماتي. موضوعنا اليوم أو بحثنا اللي قدمناه هو يخص إحدى أهم وأعقد وأقدم فروع الأمن المعلوماتي، أو ما يسمى بإخفاء البيانات الاستيغانوغرافي. ببساطة إخفاء البيانات، إذا أريد أن أعبر عنه، هو تحويل البيانات من شكلها الأصلي المفهوم إلى شكل آخر مفهوم، مثل ما هو موضح هنا عندنا بالمثال. النص السري عندي نص سري اسمه نلتقي غدا الساعة 7. جملة مفهومة. بإخفاء البيانات لازم نخفيها أيضا بصيغة أخرى مفهومة، ولتكون نص ولتكون صورة فيديو أوديو، عندي مشكلة. فلاحظ ماخذين مثال بسيط، نلتقي غدا عند الساعة 7، ممكن أن تتحول إلى جملة اسمها بغداد عاصمة العراق، ممكن تتحول إلى صورة، مثل ما هو موضح الصورة واضحة جدا ما بها أي مشكلة. وين تكمن صعوبة الإخفاء؟ أو بالأحرى نصيغها صياغة أخرى، شنو التحدي الموجود عندي بالإخفاء؟ هذا المخطط هو مخطط رمزي أنا حطيته، راح يجاوبني على هذا السؤال. عندي داتا معينة، هذه الداتا أنا سويتها على شكل تليفون، لنفرض أنه عندي جهاز تليفون. هذه الداتا أريد أضمها داخل كفر، والكفر هو عبارة عن 3 أجهزة تليفون. النتيجة لازم شو تكون؟ هنا هي الصعوبة. شلون أقدر أحقق إخفاء؟ أول شيء الكفر ما يتغير لي به، لا بزيادة ولا بنقصان، وبنفس اللحظة شلون أجي أضم الداتا بالكفر بطريقة ما تأخذ لي بها حجم. لذلك سعة الإخفاء الكاباسيتي والسيميلاريتي هي تعتبر أكبر تحدي في مجال الإخفاء، واللي لحد الآن ما واصل للمثالية، لكن إن شاء الله بحثنا راح نشوف احنا قدرنا نحقق اعلى نسبه لحد الان. حقيقه الاخفاء اللي راح نستخدمه هو اخفاء داخل نص. والسؤال اللي راح ينطرح هنا ايش معنى الاخفاء داخل النص؟ بالمناسبه الاخفاء داخل النصوص يعد من يعني اصعب واعقد انواع الاخفاء بهذا المجال. ببساطه النصوص يقدر اي قارئ او اي شخص يميز الخلل بها، اذا بها خلل قواعدي، اذا بها خلل املائي، اذا بها خلل فيزيائي او معنوي. مثال بسيط بس يوضح شلون ممكن القارئ بكل سهوله يكتشف الخطا الموجود عندي بالنص. البيت هو مأخوذ من قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري: حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. أول شيء لاحظ حرف الياء انمد هواية، هذا خلل، هذا اللي ذوي الاختصاص يعرف أنه أكو بيانات مخفية به. 1 2 حرف السين تحريكه غلط، مو كسرة، بدل الفتحة هي المفروض فتحة صارت كسرة، هذا هم خلل. بعد ايش عندي؟ عندي فراغ زايد بين كلمتين، سبيس زايد. احنا انا بهذا المثال جمعت تقريبا 3 أو 4 بحوث مشتغله بهالطريقه هاي. القارئ هسه يميز، يعرف اكو خلل، ليش هذا النص، ليش حرف الياء ازداد هالقد؟ ليش اكو سبيس هوايه بين الكلمات؟
هذا معناته انه اكو بيانات سريه مخفيه. طبعا احنا بشغلنا قدرنا نتجاوز كل الاخطاء الاملائيه والاخطاء القواعديه المعنويه الفيزيائيه، يعني الشغل ما بي اي عوائق من هالناحيه. فخطوات العمل لبحثنا راح اسردها على شكل مثال. اول شيء راح نقوم بادخال النص السري. النص السري يقول الى القياده العليا تم تحرير الموصل بعون الله. اول خطوه من عمل النظام راح تكون هي ضغط النص بوسيله او بتقنيه هي احدى تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمى تقنيه البي بلس 3. هذه شنو شغلها؟ هاي تجيب النص تضغطه بطريقه جيده وكفؤه وما بيها اي مشاكل، وايضا بيها سرعه عاليه بالاسترجاع. هذا السكرين او الصوره الواضحه امامنا هي فد نموذج بسيط على انه شلون تمت عمليه خزن هذه الجمله وضغطها. بالتالي راح يتحول عندي النص السري الى ينضغط ويتحول الى مجموعه من الارقام السريه. هاك خطوه اولى. الخطوه الثانيه اللي انفردنا بها بالبحث دائما متعارف عليه انه بانظمه الاخفاء الترميز يكون ثنائي. يعني شنو يعني النص يتحول لي الى ترميز باينري 01؟ لا، احنا لغينا 01، لجأنا الى تقنيه الترميز بالحمض النووي اللي تعتمد لي على الاي تي سي جي مثل ما هو واضح فور نيوكلوتيد، بحيث البيز مالتها بدل 012 يصير 4. هذا الشيء ايش راح يسوي لي؟ راح ينطيني مساحه كبيره بالترميز، بالتالي عقد على الطرف الثالث كسر الاخفاء. راح يتم تحويل الى حركات اللغه العربيه الضمه والفتحه والكسره والسكون. طبعا احنا نعرف ان اللغه العربيه تنفرد بهذه الصفه، صفه التشكل او التشكيل، عندها ما يقارب 9 حركات لغه عربيه، فجينا استثمرنا هذا الشيء بلغتنا. سؤال هنا ينطرح، ايش معنى اخترتي هاي الاربع حركات؟ يعني ليش الضمه والفتحه والكسره والسكون؟ انا عندي بعد تقريبا 5 حركات. بعد ما قمنا بعملية تيستات، سوينا هواي تيستات وطلعنا نتائج. أول شيء هاي الحركات هي الأكثر وروداً بالنصوص العربية، لذلك كنتائج طلعت لي أفضل نتائج بالإخفاء من غيرها. فالاختيار هو مو اعتباطي، لا، الاختيار معتمد على أسس إحصائية. فدنلاحظ بالأخير الصار عندي النص السري اللي ذكرناه تحول إلى كودات دي إن أي ستراند، ومن ثم شنو؟ مجموعة من حركات اللغة العربية. يعني هسه النص اللي ذكرناه الى القياده العليا تم تحرير الموصل بعون الله تحول لي الى هذا السيكونس، بس هذه الحركات كخطوه اولى. هسه انا النص السري خلصت، حولت الى مجموعه من حركات التشكيل العربي. راح نيجي هسه نضمنه داخل نص اخر. انا ذكرت انه هو هنا التحدي راح يصير، لازم احقق كباسيتي عالي، لازم احقق سيميلاريتي عالي، لازم الطرف الثالث ما يشك اكو نص مخفي داخل هذا الشيء. لذلك طريقة تضمينه كانت وفق القواعد والإملاء، ووفق بدون تبديل معاني للأسماء نهائيا. لكن هم هنا سؤال راح ينطرح، أنا عندي نص وليكن هذا النص هو 3 صفحات أو 4 صفحات أو 100 صفحة، وين راح أضم هاي الحركات به؟ وين راح أخليها به؟ اقترحنا ولأول مرة أنه نحط مفتاح يبدي من عند الإخفاء. طبعا احنا هذه الاشياء السريه تكون متفقه بين الطرفين، يعني احنا اي عمليه ترميز او اي عمليه ضغط هي الطرف المرسل والمستلم يعرفون بها، اي اطراف اخرى ما يجوز، يعني ما يجوز يكون لها علم بها. فاتفقنا الى انه يكون عندي مفتاح يبدي من عند الاخفاء. زين، شنو هذا المفتاح؟ حمينا جينا استثمرنا خاصيه اخرى من خصائص اللغه العربيه، وهي كثره القواعد الاعرابيه النحويه. اللغه العربيه بحر من القواعد، كل قاعدة لها تصريفاتها، لها تفرعاتها، لها أزمنتها. فالاتفاق على هيك نوع من المفتاح ما راح يتوقع الطرف الثالث أبدا. أنا فرضا جيت النص مالتي خزنته بكتاب، كتاب لغة عربية آلاف القواعد الإعرابية، منين راح يتوقع؟ الصعوبة جدا بالتوقع راح تصير. فالقاعدة الإعرابية اللي احنا اختاريناها هو فعل ماضي ناقص، خبر مقدم، شبه جملة جار ومجرور. راح يجي النظام
على النص كله، يدور هذه القاعدة الإعرابية مطابقة، هذا المفتاح مطابق، أي مطابق راح يبدي يقوم لي بعملية الإخفاء. مثل ما نلاحظ أنه عندي الكسرة فتحة فتحة ضمة جت انحطت بمواقعها الصحيحة قواعديا وإملائيا. بالتالي اللي حصلته إلى القيادة العليا تم تحرير الموصل بعون الله. النص هو نص من دعاء مأخوذ، لأنه الأدعية دائما تكون التشكيل بها أكثر من بقية النصوص، تحول لي إلى هذا النص. آخر شيء وأهم شيء نرجع على فقرة التحدي. إحنا عندنا قلنا الكاباسيتي سعة الإخفاء والسيميلاريتي اللي هو مدى الشفافية مدى التشابه. نلاحظ أنه باللون الأزرق إحنا تجاوزنا أو سبقنا كل البحوث السابقة في مجال السعة، وهذا بحد ذاته ما ينطي أي شك للطرف الثالث أو ينطي شك ضعيف جدا بوجود بيانات سرية مخفية. أيضا من ناحية السيميلاريتي المقاييس المعتمدة عالميا، مقاييس جارو وينكلر والويلكوكسون، مقاييس عالمية معتمدة في مجال تحقيق التشابه بين النصوص، حققنا بها نسبة عظيمة جدا. طبعا تطبيق هذا النظام الإخفاء عادة يطبق بالأنظمة، يطبق هو على أي نظام أنا أريد أأمنه، ما عندي مشكلة، بس أكثر شيء يطبق بالأنظمة العسكرية والأمنية، لأنه نعرف أن الإخفاء هو أسلوب متبع قديما وده يتطور وأسلوب معقد. شكرا جزيلا.